عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين بخير؟ كنتمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم غادي نصايبوا ان شاء الله واحد دانون، واحد ياورت كيجي ساهل ومقادير ديما تيكونوا في الدار. علاش لا ما نصايبوش دانون غير بحك واحد؟ نصايبوا لخمسة الاشخاص ان شاء الله، كيجي زوين وكيجي رائع. مهم المقادير، غادي نحتاجو اترو ديال الحليب، يبقى حك تاع ياورت، غادي نزيدو سنيدة، غادي نديرو ثلاثة المعالق كبار هكا، غادي نحركو مزيان. هذا اسهل ما يكون، يعني كيجي ساهل. غنديرو دابا فوق النار غير يسخن، غير يدفى، يدفى ما ماشي يطلع فيه الغليه، غير يدفى ان شاء الله. وغادي تشوف انتما البنات، ديروا فوق البوطه تكون العافيه ناقصه شويه، ماشي مجهده، وخليه حتى يدفى ماشي يطلع فيه الغليه. ومره مره نحرك صافي بحال هكا، نخليه غير يدفى، نولي ندير صبعي وما نتحرقش صافي، ونطفي عليه باش نديرو في الكيسان. دابا غادي نكب هاد الحليب ودارون، غادي نكبهم في الكيسان باش نغطيهم مزيان، وندخلهم الفران. يكون بحال نطيب الخبز، يكون سخون ماشي سخون بزاف، يكون المهم ماشي سخون بزاف باش يلاه حيتي الخبز وما يكونش عاوتاني بارد. صافي هانتوما، هذا هو قياس. بحال هكا صافي. هاد شويه غنديرو في شي كاس اخر ونغطي حتى هو ونديرو صافي. غادي نغطي دابا هاد الكيسان، غادي نلوي عليهم فوطه غليظه وندخلهم الفران. خير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنسلم عليكم كاملين وكنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وها هو ياورت اللي صايبنا البارح، ها هو كيفاش جا، جا مزيان. هانتوما شوفوا نفسو ياورت، غادي ندوق ونرد عليكم. فعلا جا لذيذ والله الا غير جربوه غادي يعجبكم بزاف بزاف. وما تنساونيش في اللايك واشتراك ان شاء الله، وتبارك الله عليكم كاملين الى وصفه اخرى ان شاء الله.